الهدف من هذا المشروع هو إعطاء المشاركين عدد من المهارات في حل النزاعات والوساطة والمبادرات وكتابة المشاريع. سيستخدم هؤلاء المشاركين معارفهم في خلق تماسك اجتماعي، تحمل مسؤوليات اجتماعية تجاه مجتمعاتهم، كذلك نبذ التطرف العنيف والذي نعيشه حاليا في مجتمعاتنا من خلال التعصبات المناطقية والقبائلية والتي أنهكت مجتمعنا بشكل عام. مشروع شركاء يمن هذا جاء وفقا للظروف التي يعيشها اليمن بشكل عام، وسيساهم هؤلاء المشاركون بمعارفهم في تخفيف حدة هذه النزاعات.